بكم من وننهي النشرة مع اختتام فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الملحون والأغنية الوطنية بمراكش التي نظمت تحت شعار الملحون المغربي دعامة للتعايش وتعدد الثقافات. هذا واستمتع الجمهور على مدى 5 أيام بوصلات غنائية موسيقية أبدعتها نخبة من مطربي وعازفي الملحون. نتابع الأجواء مع إزا الشرقي ومحمد شحيمة والتحرير لمريم أبلال. في كلماته سحر الماضي وفي نغماته عبق التاريخ بقصائد من لب الموروث الثقافي الشعبي المغربي. إنه فن الملحون، فن تراثي احتفت به مراكش في الدورة السادسة لمهرجان الملحون والأغنية الوطنية طيلة هذا الأسبوع. فمن على ركح المسرح الملكي بمراكش أمسيات فنية أحيتها نخبة فن الملحون، إلى جانب تكريم العديد من الشخصيات المنتمية إلى عوالم الفكر والعلوم والفن، أبرزها الأستاذ الباحث عبد العزيز عبد الجليل. هذه الدورة السادسة اللي عاد تعرف 3 أماسي لفن الملحون وأمسية للموسيقى العصرية والمغربية العربية، ستتخللها مجموعة من خالدات الأغنية الوطنية. وكذلك على المستوى الفني هناك معرض للوحات التشكيلية يوثق لرموز الفكر والأدب على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. تكرمت هنا في مراكش، ولكن عندي التكريم عند هذه الجمعية، يعني اللي هما عزاز عليا وديال الملحوني، اللي هي الجمعيه ديال متيرد، عندها واحد المغزى كبيره. برمجة فنية ومتنوعة أمتعت الجمهور طيلة 4 أيام بأمسيات موسيقية يومية بمشاركة ثلة من العازفين والأصوات الملحونية القيدومة والشابة من عدة مدن مغربية، تفننت وأبدعت في الأداء بسمو ورقي في النصوص الشعرية والألحان. عرفت هذه الأمسية إنشاد مجموعة من القصائد متعددة الأغراض، منها المادح، منها العشاقي، منها الفكاهي. زعما واحد الجو روحي جميل اللي رجع بينا لواحد الذاكره المغربيه الكبيره على مستوى اسماء الحومات بمراكش، على مستوى الطبخ المغربي، على مستوى الانشاد بتجلياته. تظاهرة فنية تمضي قدما للحفاظ على أحد الأنواع الموسيقية الأكثر تمثيلا لغنى الثقافة المغربية، وتحتفي هذه السنة بالذكرى السنوية 51 لتأسيس جمعية الشيخ جلال مثيرد الرائدة في الحفاظ على هذا المخزون الموسيقي الثراثي الغني.